يوم الوداع مثل ما قال رمضان أمان، وإن شاء الله يا رب العيد يكون خير علينا وعليكم على الأمة الإسلامية على شيوخنا الكرام، كل عام وانتم بخير. اسمحوا لنا يا خير من نزل النفوس راحلوا بالأمس جئت فكيف سترحل. بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل. القلوب يضمها في حزنها. كانت بدايتنا مع رمضان أمان بديناها من السوشيال ميديا، وبعدين تعرفنا عليها أكثر من وحبينا وشاركنا معاهم. حبينا روح التعاون اللي في المجموعة، كونا أصدقاء، مش أصدقاء، كونا عائلة جديدة. حبينا عرفنا كيف نطور أو كيف نطلع حبنا للوطن، كيف نطلع حبنا لدولة الإمارات العربية المتحدة، حتى لو عمل تطوعي بسيط. معكم إيمان الدابكي، شاركت في حملة رمضان أمون من أول الشهر مع فريق أسعد شعب. شاركت مع عيال فتية عبد الله ومريم، استأنسنا وايد مع الفريق. القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل. فعساك ربي قد قبلت صيامنا وعساك كل. قضينا وقت وايد ممتع ويا الفريق ويا فريق أسعد شعب. روح التعاون كانت موجودة بيننا، ومتطوعين كلهم يعطيهم ألف عافية. يعني كانت تجربة جديدة حقنا، أول مرة في العين، وحظينا بهالشرف، ونتمنى إن شاء الله نشارك السنة الجاية في الحملة. شاركت من أول يوم رمضان هذه الحملة، وأتمنى إن شاء الله إن شاء الله الناس تشارك السنة الجاية إن شاء الله أنا وياهم. وأنا بعد شاركت من أول يوم، وباقي تشاركون ويانا في السنة الجاية ونكون عائلة. يا خير من نزل النفوس راحلوا بالأمس جئت فكيف سترحل. بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل. وطبعا حابة أول شيء أبتدي بشكر شيوخنا ودولتنا اللي عطتنا هالفرصة أن نكون عائلة جميلة في هذه الحملة. حابة طبعا أشكر أستاذنا وقائدنا وأخونا يوسف الرئيسي، وحابة طبعا أشكر مصورينا اللي أبدعوا صراحة، ما خلوا صورة ما صورونا. وحابة أشكر كل متطوع ومتطوعة اللي خذوا من وقتهم اليوم وتطوعوا عنا، ودائما اتركوا بصمتكم في هذه الدنيا حتى لو كانت بسيطة لتأخذ الآخرة. شكرا. اليوم كان آخر يوم في حملة رمضان أمان، طبعاً خلصنا الحملة على خير، وكانت اليوم عندنا احتفالية، بالون وتوزيع هدايا وعطور وكيك في الشارع. أوكي، وأكرر شاركونا في حملة رمضان أمان السنة الجاية. مع السلامة. نزلت فينا زائراً يتعجلوا، ها قد رحلت أيا حبيب عمرنا. يمضي ومن يدري أنت ستقبل. مع الخير نسمع ما نشوفون. الحمد لله شاركنا في هذا الحمل رمضان أمان من أول يوم، واليوم هي آخر يوم من هذه الحملة. الحمد لله يعني نحن نكون العائلة في هذا الشيء، والحمد لله نتمنى أن نشوفكم سنة الجاية بعد في نفس الشيء، ونشارك في هذه الحملة إذا الله أحيانا، ونقول لكم كل عام انتم بخير والله يحفظكم. لا يعملوا القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل.
حتى عساك ربي قد قبلت صيامنا وعساك كل قيام. موسى إبراهيم البراسمي أحد متطوعين فريق أصحاب شعب الأيام من حملة رمضان أمان قائمة عليها جمعية الإنسان الخيري. طبعا ابتدينا العمل الخيري كمتطوعين في توزيع الوجبات الرمضانية تحت حملة رمضان أمان. كانت العمل التطوعي شيء مهم في دولة الإمارات العربية وللمجتمع. حسبنا عائلات جديدة وقمنا بواجبنا تجاه الدولة والوطن وشيء ديني. الحمد لله رب العالمين وفضل رب العالمين. كانت من أنجح الحملات وأطيب الحملات من بداية أول يوم في رمضان حتى آخر يوم. ويعود الفضل للفريق مشكل بقائد الفريق يوسف الرئيسي والمصورين اللي ما قصروا من ناحية التصوير وكمتطوعين متطوعات من أجل نجاح هذا العمل. كفريق واحد وأسرة واحدة الحملة تمت بالنجاح وابتدت بنجاح وبارك علينا العيد إن شاء الله وكلنا من العيدين. شكرا لكم. السلام عليكم، اسمي عبد الله إسماعيل. أنا حبيت أطوع عشان أخذ الأجر والحسنات وعشان نكون عائلة، وحبيت أشكر قائدنا يوسف ومصوريننا أحمد البلوشي ونادي. شكرا، يعطيك العافية. واليوم كان يوم ختام حملتنا رمضان أمان اللي قبل تكون حملة توعوية لاحترام قوانين السير. هي كانت أول حاجة حملة اجتماعية جمعت ما بين سكان الإمارات سواء كانوا وافدين أو سواء كانوا مواطنين مقيمين. فكان لي الشرف صراحة، كان لي الشرف إني أقدم بلادي مع ناس طيبين تعرفت عليهم أولهم رئيس الحملة الأستاذ يوسف رئيسي والطاقم الإعلامي اللي جلب أستاذ أحمد بلوشي والأستاذ ناجي المربوعي. أتمنى بس ما أكونش أخطأت الأسماء. أستاذ عمر، فناس طيبة كتير، أستاذ نهاد، أستاذ إيمان، أتمنى بس ما أنسى ولا اسم. كان يوم كان شهر جميل جدا جميل، وإن شاء الله إن شاء الله بنلقاكم السنة الجاية إذا الله كتب لنا عمر، وإذا حفظتوا على قوانين احترام قوانين السير الله إن شاء الله بيكتب لنا عمر جديد. ونشوفكم رمضان الجاي إن شاء الله، وأقول لكم رمضان أمان. حفلتنا بمشاركتنا وأسعد شعب إن شاء الله بيظلوا أسعد شعب وبقيادة وقادته نعتبرهم إخوة أهل إن شاء الله يكون في رمضان أمان كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عبد الله البلوشي. أشكر الشيخ عبد العزيز النعيمي على المبادرة الطيبة، وأشكر كل المتطوعين والمتطوعات اللي شاركوا في حملة رمضان أمان تحت ظل جمعية الإحسان. وهذا يومنا الأخير، خلصنا الحمد لله، الله يجزيكم كل خير وإن شاء الله نشوفكم سنوات قادمة. شاركنا في حملة جمعية الإحسان الخيرية حملة رمضان أمان 4 مدينة العين. تعرفنا على مجموعة طوعة ساعدونا وساندونا وبإرشاداتهم المصورين الموجودين الليدر اللي وجهنا التوجيهات الكريمة. وهذا ختام حملتنا إن شاء الله. هذه الحملة نشكر من كل من قام وساهم بإنجاح حملة رمضان أمان، وهي العبارة عن توزيع إفطار الصائم قبل الإفطار بقليل. طبعاً تهدف هاي الحملة بالنسبة لنا أن نخفف الحوادث ونخفف السرعة. طبعاً نشكر كل من ساهم أيضاً من فريق أسعد شعب طبعاً شيء أكيد في هذه الحملة التطوعية. حملة جميلة الحمد لله، تم كل شيء بكل خير ونحمد الله. نشكر طبعا مديرنا يوسف الرئيسي، نشكر مصورنا المبدع ناجي، نشكر مصورنا المبدع ايضا احمد. نتمنى لهم كل خير ان شاء الله يا رب من هلا. شكرا. يا خير من نزل النفوس راحلوا بالامس جئت فكيف سترحلوا. بكت القلوب على
وداعك حرقة كيف العيون إذا رحلت ستفعل مثل القلوب يضرب.